خلونا ناخذ دردشه بسيطه. تو نزلت المواضيع سمعتوها انتو. عمري بحياتي ما شفت شخص عنده مشاكل بالجلد ما عنده مشكله بالامعاء، انتفاخ، اسهال، امساك، ودائما اكثرهم اللي يحوشهم المشاكل خصوصا الاكزيما الصدفيه دائما يحبون منتجات الالبان والاجبان، يحب الحليب، يحب الاجبان، الامور هذه، يحب الفواكه. انزين، الاشياء هذه تهيج تهيج الموضوع لان فيها هيستامين. الهيستامين هذا هو اللي يسوي الحكه والحساسيه. البيض فيه هيستامين بس نسبه قليله. ايضا عندنا الاخبره اللي برا تسوي هيستامين، العطورات تسوي هيستامين، البخور تسوي هيستامين، حليب جبانه تسوي هيستامين. فتخيل كلها تتجمع، تخيل الشخص هذا يسوي كل يوم الاشياء هذه كلها، فطبيعي راح يتهيج جسمه، راح تزيد الحكه. العلاجات والكريمات الخارجيه تسوي شيء، ولكن تسوي شيء من الخارج، احنا نبي من الداخل. يعني لما تقول لي بس تعالج من الخارج، يعني خلاص طول عمري بحياتي استمر على الكريمات، خلاص خليها ماكلتي، خلاص كل معاش كريم الفلاني. زين، وقفت الشركه ما في كريمات، شلون؟ طبيعي راح ترجع حكتك. وهذا فيفضل انك تعالج من الداخل والخارج. الداخل خلاص راح يصير دائم، ولكن اذا بس خارج هذا مؤقت. عرفت شلون ولا ما عرفت؟